ان شاء الله النهارده هناخد موديفاي بقى على ال 3 دي موديل، وازاي نعمل شيرنج للسكتش. نستخدم سكتش احنا رسمناه وحطينا عليه 3 دي فيتشر او 3 دي موديل، وناخد السكتش تاني نكرره بدل ما نرسمه مره جديد، ناخد منه حاجات بس نشتغل عليه. تمام، بس الاول كده هبدا بحاجات خفيفه اللي هي الباترن الميرور الكلام ده كله، وبعد كده ندخل على الاوامر التانيه. ماشي، انا دلوقتي في شويه رسومات جاهزه كده انا جبتها. هنفتح مثلا الفايل ده، الفايل ده هندي فيه سيركلر باتر. الفايل اللي قدامك ده فيه هول، تمام، الهول دي انا عايز اكررها سيركلر باتر. خلاص عرفنا ازاي نعمل اكسبلود واكسبلود اكتر من مره فاتت، ده برضه ايه عشان ما نضيعش عليه وقت. انا دلوقتي عايز الهول ديت اعمل لها ايه؟ اعمل لها سيركلر باتر. عايز ست مثلا، اعمل هنا سيركلر باتر ازاي؟ هتلاقي في السكشن اللي اسمه باترن ده في اول حاجه ريكتانجولار باترن، وتاني حاجه سيركل باترن. خلاص، او كنترول شيفت او اختصارات زي ما انت عايز، بس احفظها بقى. عندك ايه؟ كنترول شيفت او او سيركل باترن، هضغط عليه. اول ما تضغط على سيركل باترن هتلاقيه بيطلع لك بقى سيركل باترن، ويقول لك اول حاجه اختارها فيتشرز. الفيتشرز اللي عندك دي هو الجزء اللي انت هتكرره، ماشي، سواء هول او سواء اكسترود هتكرره عادي، يعني مش لازم تكون هول يعني. تاني اول حاجه بيقول لك سيلكت الفيتشر، اللي بعدها ديت دي سيلكت البادي لو عايز تكرر البادي ذات نفسه. خلاص، بالنسبه للفيتشر، الفيتشر اللي عندي الجزء بتاع الهول اللي انا عامله ده عباره عن حاجتين، عباره عن اكسترود كات دايره، اكسترود كات ايه؟ المستطيل. انا دلوقتي عشان اعمل سيليكشن يبقى اعمل سيليكشن لده، وبعد كده اعمل سيليكشن ايه للجزء اللي تحت ده. طيب لو انا شغال على الفايل بتاعي وفي دي الحته دي صغيره بالنسبه لبارت كبير، هضطر اعمل زوم كتير والكلام ده كله. لو انا عارف ايه الاكسترود بتاعي ممكن اختار الاثنين من هنا، يعني انت جاست اللي انت اخترتهم من الجرافيك يوزر انترفيس هنا هيختارهم لك الناحيه، ماشي. عايز تختارهم من هنا اسهل لك براحتك، عايز تختارهم من الناحيه الثانيه براحتك، موجودين عندك الاثنين اهو. طيب بعد ما حطيت في الفيتشر بيطلب منك روتيشنال او روتيشنال اكسس، تمام. الاكس اللي عندك ده بقى ايه هو؟ الاكس عموما هو تكرار لنقطه او اكسترود لنقطه. خلاص، بمعنى صح يعني عشان تفهموها اكتر بالنسبه لل 3 دي، لو انا رسمت نقطه عملت لها اكسترود، النقطه دي هتعمل ايه؟ هتتكرر فوق بعضيها، هيرسم لك ايه؟ لاين. اللاين ده في 3 دي فاسمه ايه؟ اسمه اكس. طيب هنا عشان النقطه اللي في نص الدايره دي اللي هي سنتر بوينت عملت لها اكسترود بقت اكس، صح؟ ده مثال بسيط كده يعني مش هندسه. هتلاقي الاكس ده بيديك لاين كده في النص، خلاص، بس لاين في النص، نص ايه؟ نص الشكل ايه؟ السلندر فيز ده، صح؟ فانا ممكن بدل ما اعمل اكس او اختار اكس من الاكسيز اللي هم موجودين هنا، لو اخترت مثلا اللي هو زد اكسيز ممكن اختاره، او ممكن اختار الشكل الايه؟ الدائري اللي بره ده كده. صعبه؟ بعد كده اقول والله لا ما هختارهوش، وانا ايه؟ وانا بره الروتيشنال اكسس، فانا نسيت اضغط على الروتيشنال اكسس، ايه اختار الشكل ده. هكنسل تاني، ادخل على الامر عشان اختار صح بقى المره دي. انا مختار استروجيا 2 و3 واضغط على الروتيشنال اكسس واختار ايه الشكل الدائري ده. اول كده ما تضغط على الشكل الدائري هتلاقيه رسم لك اكس في النص، خلاص، اللي هو المفروض انت كنت سيلكته يعني، ويكرر لك الفيتشرز بتاعتك بالعدد اللي انت هتكتبه. العدد ده 6 على زاويه قد ايه؟ 360. نفس اللي في ال 2 دي هتعمله في ال 3 دي، خلاص. وهنا تقدر تعدله، وفي ال 2 دي تقدر تعدله، بس في حاجه، لو انت عندك الحاجات بقى في الديزاين يعني حاجات في النت، لما انت تيجي بقى بتعدل، هل التعديل في ال 2 دي اسهل ولا في ال 3 دي اسهل؟ في ال 3 دي هيبقى فيتشر وتعمله كليك يمين وتعدل عليه، في ال 2 دي لازم تدخل جوه الفيتشر اللي فيها السكتش بتاع ال 2 دي وتروح داخل على ال 2 دي وتدور على الباترن اللي انت عاملها وتعدل عليه. شفت اللفه دي؟ فلو انت هتعمل حاجه وتتكرر حاول تعملها فين؟ في ال 3 دي. خلاص شباب؟ ورسمه زي اللي احنا كنت رسمتها اول ما دخلت ديت، الهولز اعملها في ال 3 دي بقى، ما تعملهاش في ال 2 دي، ماشي؟ لان الهولز بعد كده لما تيجي تعمل ديزاين لحاجه هتلاقي نفسك بتغير الهول ديت على حسب الحاجه اللي هتركب فيها، هتضطر كل شويه تفتح السكتش. لكن انت لو عملت في الاكسكلوجن هنستخدم احنا امر هول يظبط لك الدنيا كلها، ماشي؟ هنشوف امر هول دلوقتي. خلاص؟ نرجع ونسميت تاني. اضغط على فيتشرز، اختار من جوه، اختار من الاكسكلوجن.
لا في حته برضو هنا باشمهندس عمر هنا رسم شكل دائري وفي السكتش اللي في التودي رسم ايه؟ رسم دايره. فمعاه عمل ابركس تود بقى ابركس تود واحد. لا لازم الفيتشرز الحاله اللي انت قاطع فيها مثلا تبقى الفيتشر الرقم. خلاص عشان كده قلت لك تعمل سيلكت ما ينفعش تعمل سيلكت الهول او تعملها باتر غير معمول في التودي. ماشي؟ هنا بقى في حاجه يعني يسهل شويه. يمكن انتوا مش عارف شفتوها ولا في الرسمه اللي قلت لكم لازم تعملوها من اي تو زد. في اخر رسمه قلت لكم عليها. اللي هي اعتقد ليه دي. طيب اللي رسم الرسمه ديت شباب صح؟ قول لي يا شباب عملت الثلاث دوائر ازاي؟ الثلاث هول ازاي؟ وانا جبت عاملهم من فوق ولا ما جابش لك اسمها ايه؟ ما تقدرش طيب انا عملتها بالسوبر لايت ماشي ماشي اتصرفت يعني. طيب بص هنا بقى كده لو انا جيت قلت له انا عايز هنا ثلاثه تمام رحت جاي هنا هي كانوا على زاويه 90 وهاجي اضغط على الايه؟ على الميد بلاي شوف هيعمل ايه؟ هترسم واحده تطلع واحده على اليمين على 10 خلاص؟ ليه ما ظهرليش الرسمه؟ انا طلعت الرسمه اللي انتم المفروض كنتوا ترسموها في البيت فكنتوا تكونوا عارفينها الرسمه ديت لما تيجي ترسمها زي والله انا هعطيك دايمنشن بدايره واحده وبعدها وفي دايمنشن تاني كده هعطيه لك ايه؟ لو انت هتتصرف زي شاب خلاص؟ ملوش لازمه بس هو فعليا الدايرتين دولت تمام؟ في زاويه 90 ما بينهم خلاص؟ الزاويه 90 فينفع 45 شمال 45 يمين فانا ممكن اكتب ال 90 واكرر واحده يمين واحده شمال بدل ما اعمل سيركل باترن الناحيه دي وارجع اعمل سيركل باترن الناحيه الثانيه يعني هعملها لكم دلوقتي تعمل تحت يمين واحده شمال لما اروح بص بقى انا والله عايز ايه الاثنين شيل ده هتلاقي في قررت واحده الناحيه الثانيه على كام على زاويه 45 تمام وقلت له اوكي يس تمام هعمل لك واحده الناحيه الثانيه هتروح جاي مكرر الامر ثاني وتختار الفيتشر وتغير الاكس تختار الجزء ده وتقول له انا عايز اثنين برضو على زاوية 45 والناحية التانية طب الناحية التانية دي هعكسها ازاي؟ هتلاقي في روتيشنال اكسس كده هعكسه الناحية التانية خلاص؟ تمام؟ اقول له اوكي دي كده ايه؟ استخدمت كام امر؟ اثنين صح؟ اثنين سيركلر باتر لا انا هنا في الامر بتاعي بيوفر لي اللي انا ايه؟ اعمل الاثنين سيركلر باتر دولت بايه؟ بامر واحد لان انا اديله الزاوية الكلية اللي هي 90 وادي له ايه؟ 100 بلين، 100 بلين ايه؟ سيركل باتر، دي مش موجوده في اي برنامج تاني. خلاص؟ هقول له اوكي. هو ريفرس ثواني اعمل ديليت. لان فيتشر طول الجزء بتاعي 1 2 بالاكس اهو 2 زاويه 90 بلس 3 خلاص ده كان حل بسيط كده للدايره الثانيه للجزء اللي انت رسمته ماشي ده سيركل باتر ايه بقى الثاني هنقفل ده ونفتح ايه الجزء بتاع الايه الكانجلر باتر بقول لكم على الحاجه اللي انا عاملها دلوقتي عندي هول اهي خلاص محتاجه اكررها في اتجاه اوتيبر اكس اوتيبر واي خلاص اكس واي ده ريليتيف للحاجه اللي انت هتختارها ماشي اقول له والله ايه ريكتانجل باترن من هنا واختار الفيتشر بتاعتي فين إيه من هنا يختارها من هنا خلاص بعد كده اختار الدايركشن بقى زي 2 دي بالظبط دايركشن واختار ايه ايدج ايدج هنا بالنسبه له هيبقى ده ايه الاكس اكسيس بتاعه او الواي اكسيس او الاتجاه الدايركشن اللي هيمشي فيه خلاص وادي له العدد بتاعي والمسافه ما بين كل دايره والثانيه خلاص فانا اقول له والله لا ده هو هيكرر كده في الفراغ هنعكس من هنا بفليب ودايركشن 2 اللي هو الجزء ده اقول له اوكي خلاص طيب ده على ايه على السبيسنج
يعني على السبيسنج، يعني انا هدي له سبيسنج المسافه ما بين واحده والتانية. خلاص لو اديت له ديستانس هيتحرك في الديستانس دي يقسم على الاثنين. خلاص بس مش هشتغل على دوت سبيسنج، اسهل بكتير. اقول له اوكي كده هو ايه قرار الاثنين. اقدر هنا بقى اروح جاي كده والله في ريكتانجل باترن اديت، انا مش عايز الاربعه دول، انا عايزهم كام؟ عايزهم سته. اروح اقول له اوكي لا مش عايز دي كمان، عايز دي اربعه وهكذا. خلاص صعبه دي كده؟ سهله جدا. تمام نرجع بقى اللي بعده، الجزء بتاع الميد عشان نخلص السكشن بتاع الباتل مود. شكل زي اللي قدامك ده، ده يعتبر جزء كده من حاجه انا هعملها دلوقتي. خلاص مش رسمه قدامي، فانا عايز اعمل ميرور بالشكل ده او اكرره الناحيه الثانيه بحيث ان انا يبقى عندي البارت ده يمين زي شمال. خلاص فاهمين القصه؟ فهعمله ازاي؟ هاجي والله بميرور اللي هنا، ميرور في ال 3 دي، فيقول لي الفيتشرز. فالفيتشرز دي كان ايه؟ كانت اكسترود ايه؟ لو اخترت كده يبقى هو عامل الاكسترودجن بس، صح؟ طيب تاني حاجه بيطلبها منك امشي معايا، تاني حاجه بيطلبها منك الميرور بلين. الميرور بلين ممكن اختار ايه؟ فيس، مش الفيس ده زي البلان بالظبط، ممكن اختار الفيس اللي في نفس الامر بتاعي. تمام؟ هتلاقيه مطلع لك ايه؟ الجزء بتاعك كده. طب ملاحظ حاجه في الشكل ده؟ الشكل ده ايدنتيكال للشكل التاني ولا لا؟ بالظبط، لان لما اخترت الفيتشرز اخترت الشكل الاكستروجن الاساسي، ما اخترتش ولا الفلت، يعني انا ضاع الفيتشر بقى كده، ما اخترتش ولا الفلت، ولا اخترت الفلت التاني، ولا اخترت الهولز. تمام؟ اقول له ايه؟ اقول له اوكي. تمام؟ هتلاقي ايه؟ مطلع لي الشكل كده. خلاص؟ لو جيت عملت له ميرور برضو رحت مختار ايه؟ مختار الجزء بقى ده كده، اخترت الميرور بتاعي. تمام؟ ايوه انا كده بختار ايه؟ بختار الاشكال صح؟ واحده واحده. طب ما ده بادي صح؟ طب البادي ده ما انا ممكن اختاره والله بدل الفيتشر من هنا انديفيديوال فيتشر، اختار ايه؟ البادي من تحت سوليد بادي. ساعتها هيختار لك السوليد بادي الموجود كله. تمام؟ وهيديك ابيليتي اللي انت تستخدم حاجه كمان، اللي انت تعمل ميرور للبلين ده. ماشي؟ اللي انت تقدر تعمل ايه؟ ميرور للبلين ده. فلو والله لو اخترت ايه؟ انكلودد ده ورحت اختار البلين معاك وقلت له من الميرور بلين اللي انا هستخدمه هو ده. تمام؟ هتلاقيه عمله لك كده بالشكل اللي قدامك ده. هنا بقى يمكن دي مش كانتش موجوده في 2 دي، صح؟ اللي هي ايه؟ ريموف اوريجينال. قلت لكم ايه؟ مفيش كوبي. مفيش تشيل الكوبي تشيك مارك زي السؤال. هنا مثلا بيقول لك ايه؟ في ريموف اوريجينال. خلاص لو انا مش عايز الجزء ده عايز العكس، من الاخر بعمل له ايه؟ فليب. خلاص؟ يعني بدل ما هو لتحت بعمله لفوق، لو انا محتاج يعني حاجه زي كده. ماشي؟ مش محتاج، انا محتاج الشكل اللي قدامي هقول له اوكي. خلاص؟ صعبه؟ هرجع تاني كده كنترول زد واكرر بس ايه؟ الجزء بتاع ايه؟ الجزء ده لوحده بس ايه؟ بادي. ميرور واختاره بقى كبادي عشان اختاره مره واحده، فهو يختاروا لي ايه؟ كل مره واحده. طالما الصوره بادي اللي عندك موجودين ايه؟ هنا. تمام؟ واختار البلان بتاعي اللي انا عامله هنا، واقول له الميرور بلين اللي هو الناحيه الثانيه، وهتلاقيه بريفيو كده واقول له اوكي. لو قلت له اوكي هيطلع لي نفس الشكل اللي طلع لي ده اهو، وبعد كده ندخل نعدل عليه مفيش مشكله. تلاقي خلاص ايه الشكل بتاعي اهوت، وفي فولدر اسمه سوليد باديز. تمام؟ موجود فيه ايه؟ سوليد بادي واحد. سوليد بادي واحد. ليه بقى بقول لك القصه ديت؟ لان لو جيت على الميرور ده وقلت له ايديت فيتشر، وبدل ما اخترت الجوين اللي اتكلمت عليه في الاكسترود اختار ايه؟ نيو سوليد. تمام؟ نيو سوليد يعني هيعمل لك ايه؟ هياخد ده ويكرره او يعمل له ميرور، بس ده هيبقى اسمه سوليد بادي رقم واحد، والثاني هيبقى اسمه سوليد بادي رقم ايه؟ رقم اثنين. خلاص لو قلت له والله والله انا عايزه ايه؟ سيبريت، اقول له ايه؟ هتلاقي هنا سوليد بادي بقى، في سوليد بادي رقم واحد وده الجزء الاصلي بتاعك، والثاني سوليد بادي رقم اثنين. خلاص؟ تمام؟ استفيد بايه بالموضوع ده؟ اللي انا ممكن والله اعمل ده كليك يمين وفيزابيليتي شيل التشيك مارك يبقى انا عندي سوليد بادي رقم. خلاص بستفيد بايه تاني؟ اللي انا والله ممكن اجي هنا واروح مغير الايه؟ الابيرنس بتاع البادي ده كله. خليه باللون ده كده مثلا، لسه ما قلتلكوش الابيرنس بس ايه؟ يعني اشتغل عليه. تلاقي بقى والله ده بقى حته كده ببينها والحته التانيه ما بيشبهوش. يعني هرجع تاني افتح البارت بس. عندك هو ايه؟
تمام فوق خالص كده لقيتها اضغط على الجزء ده اللي هو سامي كده وتختار الايه الشكل بتاعها. لو اخترت يا جماعه خليكم بصوا هنا لو اخترت فيس زي ده او فيلت زي ده ممكن يديك لون بس للفيس تمام. لو عايز مثلا تختار الجسم كله اختاره من ايدج كده بس يا جماعه ده جزء الابيز تاني ممكن تبقى تبصش انت الابيرنس هتلاقيه فوق او تشينج ابيرنس الابيرنس مش الماتيريال بتاعت اضغط هنا على الجزء ده تختار ايه. لو اخترت الجسم كله من ايدج هيختاروا كله لحد انت مختار اللون وتدريجا بقى كده تشوف الالوان قدامك تمام. وعن طريق اللي انت تزود الداركنس او تقللها الكلام ده كله خلاص تمام. انا في عيش اللي هي الابيرنس قايمه ثانيه دي فين الكام عندك ده لك ايه؟ لا ما تضغط على ده لا انا عايز ده. طيب تدي تمسح الفيتشر الاول بس يعني عشان ما انساش في حته كده في الريكتانجل باترن سهل عليك الدنيا خالص ما قلتهاش تمام. اللي انت ازاي تستخدم الريكتانجل باترن اللي انت تعمل اري باترن على كيرف خلاص يعني انت المفروض تختار دايركشن واحد دايركشن اثنين وانا طول الشرح اللي انا بشرحه بقول لك والله اكس اكسيس واي اكسيس صح يعني حاجات عموديه على بعضيها. لا انا هشتغل بقى دايركشن على كيرف يعني كان في رسمه من رسومات كنت منزلها كان فيها شكل الكتينه. الكتينه دي طبعا بتختلف والشكل بتاعها على الويزه نفسها تمام. فده ما كانش يقدر يعملها باي فيتشر موجوده خلاص. الفيتشر دي شبه فيتشر موجوده في الانفنتور اسمها كيرفت باتر خلاص تمام. بس دي ايه موجوده في نفس الامر بتاع الريكتانجل باتر. الريكتانجل باتر لو اخترناه من هنا وانا عامل باتر للهول دي على ايه؟ على المسار ده يعني على الكيرف انا رسمته خلاص. الكيرف ده طبعا اعمله سيلكت ازاي؟ اقول له والله ده الفيتشر بتاعنا اهو اختاره ده وبعد كده دايركشن واحد اروح مختار ايه؟ الكيرف بتاعي اللي انا رسمه مش دايركشن بقى الكيرف. هتلاقي مكررك واحد كده على الكيرف بتاعي. لو زودت العدد خمسه تلاقي ايه؟ بالشكل ده. طب انا محتاج في الكيرف اللي انا مش عارف طوله ولا بعده ومش عارف طبعا انا مش هحسب الديستانس بالريدي صح انا غلطان؟ طيب انا محتاج خمسه في طول المسار ده كله اعملها ازاي بقى؟ اروح جاي في السبيسنج هنا بقى اروح مستخدم ايه؟ كيرف لينس يعني هو هيحسب الكيرف لينس ويقسمهم عليه بالظبط زي السيركل ايه؟ باتر بس هنا في الريكتانجل ايه؟ باتر خلاص؟ تمام؟ اختار كيرف لينس هتلاقيه جاب لك اخر واحد هو اربعه ومكرره عليه مكرره هزود العدد هيزود هزوده تاني زي ما انت شايف يروح مكررك الجزء ايه؟ الجزء بتاعك. ماشي يا شباب؟ صعبه كده؟ دي اخر حاجه في الباتن مش هشتغل مش هشرح حاجه جديده في الباتن. الكيرف ده بالسبلاي ايه؟ بترسمه سكتش على الفيس عادي وما تعملش لا لاين عادي لاين عادي كونستراكشن هو امر 3 دي ما بيشوفوش السنتر لاين بنشوفه في الريفولف بس خلاص. خلينا نرسم بقى رسمه قدامكم عشان برضه ما نقعدش نتكلم كتير اللي هي البي دي اف اصلا فيكوا عندكم كده هنشتغل في الكوال اصلا اللي هو رقم 17 صفحه رقم 17 صفحه رقم 17 عايز حد يقول لي الاوامر الامرين اللي احنا خدناهم اللي هم الريفولف والاكسترود اعمل الرسمه دي ازاي؟ خدوا دقيقه كده فكروا قول لي رسمه زي ديت انا اول ما اشوفها وانا لسه ما اعرفش الامر اسمه سويب انا اقدر استخدمه واخلصه في امر واحد اقدر ارسمه بايه؟ بين الريفولف والاكسترود.
الحاجات اللي احنا خدناها. الخروف دي بتترسم بالنسبة. بص دقيقة كده على الرسم. تقوليش انا. بص دقيقة بس الاول. هكقول مرة واحدة. جاي. انت عايز تعمل الترسم ازاي؟ اه. الوان بتاعك. تقولي خطوات 1 2 3 4 وانا امشي بالخطوات بتاعتك. سويب وبعدين نسيت. مش عايز سويب انا دلوقتي. بالريفولف اكسترود هرسم الرسمة دي ازاي؟ انا اكيد هيجي والله قدامي رسمه انا ما اعرفش اول مره اشوف الشكل ده الشكل ده مش عارف اتعامل معاه ازاي فلازم اكيف الاوامر اللي انا اعرفها عشان ارسم الرسمه دي صح قول لي بقى كيفها ازاي ممكن اعمل ايه ماشي دي متفقين عليها خلاص محدش الفلانجات ديت محدش اتكلم فيها الماسوره دي الماسوره اللي هي تعمل السوق من النجع والسوق ممكن اعمل سنتر بتاعها وبعدين ان انا اعمل السيكونس بتاعها كده على بعد على بعد من السنتر ان انا اعمل ريفولف حوالين كده ايه البعد بقى؟ البعد اللي هو الانفلار اللي هو نص قطر الفراغ اعمل له ريفولف صح؟ اه طيب انت وصلت يعني لسه فاضل حته صغيره ها كمل ما هو بعد ما اعمل ريفولف الريفولف ده ايه؟ الريفولف ده ايه؟ اللي هو البوكس اللي هو فهمتك الريفولف ده ايه؟ لا ايه ايه يعني؟ انا قلت في ريفولف فول ريفولف وفي على كلاستي اللي هو الفول في 270 وفي 90 خلاص بدات اتعامل على 90 صح ولا غلط؟ انا قلت لكم بصوا على الرسمه دي انا قصدي بصوا على الرسمه دي ان انت هتبص على البعد هتلاقي الابعاد متساويه. يعني زي انا عايز اخلي البوكس ده من المصور اصلا. البوكس يبقى انت شرحتها غلط. طيب طيب الرسمه دي هعملها كده من غير ابعاد خلاص بسرعه كده بامر ريفولف ما كانش السويب بتاعت عامله دي. بص يا جماعه بعد ما البرنامج يفتح طبعا هتلاقي الريفولف بتاعك انت محتاج ترسم كروس سكشن بس ولاين تمام في نص الجزء ده وتلف في الكروس سكشن ده حوالين الاكس ده خلاص فهترسم الاكس ولا لا؟ انا مش عايز ارسم الاكس ماشي ممكن استخدم اكس من الاكسيز اللي موجودين وده اللي هعمله دلوقتي يعني حاجه زياده. اي والله على الاكس واي بلان ده واعمل سكتش جديد خلاص واروح جاي اتاكد بس اللي فيه اكس اللي هو الواي اكسيز معدي كده واروح جاي والله رسم ايه رسم الدايره من هنا خلاص وعامل بعدها طبعا من هنا اللي هو نص اللي هو الجزء ده 43 خلاص 43 ونص من النقطه ديت لحد هنا روح جاي والله قايل له ايه؟ اعمل لي ريفولف. طب الريفولف هنا هشوف ايه؟ طب ده الجزء بتاعي الاكس انا مختار الواي اكسيس هيعمل لي ايه؟ فول ريفولف كده. روح جاي والله قايل له هنا لا انا مش عايز الفول خلاص عايز انجل اديها له ايه؟ 90 اقول له خلاص ده كده ايه؟ عمل الجزء بتاعي ماشي بعد كده اروح مزود ايه في الجزء بتاعي. ده بأمر ايه؟ ريفولف. هنا طبعا ايه؟ انا رسمت الدايره فعملها لي سوليد. خلاص؟ كان المفروض ارسم دايرتين واختار الريجن ريفولف. ماشي بس ده عشان ايه؟ نخلص امر ريفولف. ده كده ممكن يتعمل سويب عادي. طب السويب بقى عشان اعمل حاجه زي دي لازم لي ايه؟ لازم لي حاجتين. ايوه بس. الكيرف اللي ماشي ده خلاص؟ ده اسمه باص. تمام؟ والجزء ده اسمه هي بروفايل سكتش. طب برسمهم ازاي؟ برسمهم عمودية على بعض. بمعنى مش عمودية على بعض الاشكال عمودية على بعض، لا الاشكال مش هتبقى عمودية. النقطة السنتر بوينت أو السكتش اللي أنا هرسم عليه الدايرة دي يكون عاملها على السكتش بتاع البوكس. خلاص؟ بمعنى النقطتين بتوع النقطة بتاعة السنتر لاين النقطة بتاعة الكيرف اللي أنت هترسمه هي إيه؟ هي نقطة واحدة. أعمل بابلين كويس. ماشي؟ نشوف ازاي الكلام ده. لو انت راسم حاجه بامر ومش عايز تمسحه خلاص ممكن تضغط على الاند بوينت هنا اند اوف بارت وتسحبها لفوق كده هيروح هو ايه عملها لك ياكتيفيت يعني ماشي هاجي ارسم من اول وجديد عادي خالص اي والله على اكس واي بلان سكتش وراح راسم الكيرف بتاعي اللي هو الجزء ده خلاص وليكن لاين كده وبعد كده اديله فلت اتفق ارك عادي يعني فلت
وعدل بقى الدايمنشن ده كام. ده كام يا شباب؟ يلا ها مين يحسب لي الباص بقى اللي هي اشتغل عشان الوقت ده يعني كام؟ طريقي صح؟ هحتاج الباص بتاعي نص الجسم صح؟ طيب سيبها ازاي؟ ها واحد اتنين هتشوف تلاسمه زي دي عامله ازاي؟ اجمع الترين اللي هو مش الانرجيز انرجيز اه لكن 43 ونص ده كام؟ لا 44 زي كبير على ايه؟ على ايه؟ دي كام؟ 87 و 44 44 ونص؟ 44 بس 44 بس مش غلط دولت اجمعهم واقسمهم على اثنين صح؟ ممكن اسوي ثاني بس انا عايز اطلع مش ده المسار اللي في النص ده يعتبر ايه؟ عامل فيلت كده الفيلت ده انا هطلع على اساس ايه؟ انت عندك دايمنشن واحد كبير لحد النهايه هنا واحد صغير وانا عايز المسار ده في النص احسب المسار ده على اساس ايه؟ القطر الكبير على اثنين اخر بتاع اخر دايره على القطر اللي هو 87 على اثنين صح؟ فروم على اثنين استنى بقى 100 152 ده 152 ونص صح؟ او هنا 105 اروح جاي والله الدايمنشن ما بين ده ما بين النقطه دي كام؟ 105 هل انا عملت صح ولا غلط؟ ايه انا عملت صح ولا غلط يا جماعه؟ وانا مش جاي اشرح لكم البرنامج بس انا عشان تفكر. المهم تقريبا بنسبه 2% يعني الكلام صح خلاص انت تجمع الاثنين وتسمع الاثنين ماشي خلاص. هتعمل ايه بقى؟ ده بالنسبه لي المسار بتاعي خلاص اقول له فينش السكتش بتاعي كده بقى عندي ايه؟ المسار اللي هيمشي عليه فاضل ايه؟ فاضل الكروس سيكشن اللي بيتكرر صح؟ الكروس سيكشن ده هكرره ازاي؟ هاجي والله اشوف بلان عمود على النقطه ديت وعمود على السكتش نفسه او مشترك في النقطه دي هاجي والله ادور كده اكس واي لا هو النقطه دي موجوده جواه بس ايه؟ موازيه مش عمودي فاشوف اكس واكس اكس زد الاقي اكس زد ايه عمودي اقول له ايه؟ اعمل لي سكتش خلاص؟ انتوا لاحظوا ان انا بدات السكتش بتاعي من ايه؟ نقطه الاوريجن عشان يفضل عندي نقطه. مش هستخدمه. اروح جاي راسم ايه؟ راسم الجزء بتاعي يطلع كده راسم الدايرتين. دايمنشن كام بقى؟ نرجع له. لا ما لازم تحسبها. 43 اللي بره واللي جوه كام؟ واللي جوه؟ يلا المهم هتحسبوها يعني بس 43 واضح ان انتوا لسه حد صايمين صح؟ في ناس كم واحد صار واحد بس جاي المفروض اكد يعني ايوه الجزء اللي بره ده اعتقد يعني ده 43 واللي بره هيبقى حوالي فرق 1.5 3 46 تقريبا مش فاكر البعد بتاعها كام بس هنوصل لحاجه يعني دلوقتي هنيجي دلوقتي اقول له فينش السكتش هتلاقي ايه بقى عندك فيه مسار وعندك ايه
السكتش السكشن بتاعك. خلاص شايفيني كده؟ بس انا مسح بس ده المسار بتاعك اهو. خلاص ده الايه؟ ده السكتش بتاعك او البروفايل. هاجي بقى اروح جاي كده اكسترود ريفولف اللي عليه سويب. سويب بقى هتلاقي بيطلب منك حاجه حاجتين، بروفايل وبوكس. خلاص بروفايل اللي هو الجزء ايه اللي هنا ده. بروفايل الجزء ده تمام. طيب الباص فين؟ تروح مختار الباص، هو بينزل عليه اوتوماتيك، تلاقي عامل لك ايه شكل كده. خلاص تقول له ايه؟ تقول له ده كده ايه امر سويب. ماشي نقارن بقى ريفولف اسهل ولا سويب؟ ريفولف صح. لو انا بقى عندي حاجه كده ماشيه كده خلاص بصيتش من ناحيه كده عندي لاي باي ماشي كده عايز اتحرك بقى البنون اسهل من السويب تمام. في حاجه زياده الريفولف مش اسهل في الرسمه دي كمان. ليه؟ لان الريفولف جاب لك السكشن ده بس انا غلطان مش جاب الحته دي بس فاضل ايه؟ فاضل لك الاكسترود كمان. ماشي خلاص كل الرسمة دي بسرعة كده؟ بسرعة كده؟ بسرعة. انت قلت لكم الابعاد 65 105 و105 دايرتين. ماشي طب ارسمها. طيب دلوقتي بقى انا محتاج ايه؟ ارسم الفلانجتين بتوعي صح؟ لو انا جيت على الفيس ده رحت جاي كده كليك يمين او كليك شمال اخترت سكتش على طول هتلاقي عمل لك نورمال 2 وعمل لك بلين جديد والاورجن بوينت موجوده في نص الجسم وزي الفل كل حاجه ايه مظبوطه تمام. عايز ارسم بقى الفلانجتين. الفلانجتين هرسم ممكن ارسمهم ابعاد يعني عشان الدنيا ما تمشيش. الشكل بتاعي قدامي دلوقتي في حاجه ممكن استخدمها في السكتش الجديد. خليكم بقى معايا. في حاجة ممكن استخدمها في السكتش الجديد؟ فلانجتين 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 دول المفروض مرسومين بالشكل ده مش ده. الفلانجة ديت راكبة على الجزء بتاع السويب اللي احنا عملناه. ايه بقى المشترك ما بين الفلانجة ديت والسويب؟ هي الدايرة ايه؟ اللي جوه صح؟ دايرة اللي جوه اللي هي 43. فأنا هاجي والله محتاج ال 43. طيب هل بقى هرسم هجيب دايرة وارسم 43؟ ممكن. بس انا لو رسمت الدايره بتاعتي وعملتها 43 لو جيت عدلت في السكتش القديم رحت مخلي 43 ديت خليتها 40 في السكتش اللي بعديه اللي احنا هنرسمه دلوقتي هيبدا 43 طول عمره مش هيتغير. فانا هعمل حاجه دلوقتي تعمل لي لينك ما بين السكتش القديم والسكتش الجديد خلاص اللي هو ايه؟ هستخدم الدايره او البروجيكشن بتاعت الدايره اللي كانت موجوده ايه؟ في السكتش القديم. هتلاقي فين؟ لو جيت على الايدج ده كده هتلاقي في دايره ظهرت صح؟ الدايره دي انا محتاجها خلاص. طب محتاجها اجيبها ازاي؟ تلاقي في حاجه اسمها بروجكت جيومتري. بروجكت جيومتري ديت بيسقط لك اي حاجه موجوده في الجسم على الايه؟ على البلان الجديد اللي انت عامل عليه سكتش. كلامي صح؟ ها عيد تاني. البروجكت جيومتري تمام بيعمل ايه؟ بيسقط لك اي حاجه موجوده في اي حاجه انت رسمتها قبل كده زي الدايره ديت خلاص في ال 3 دي بيسقطها لك في السكتش الجديد تمام. او بمعنى صح بيشفها لك بس بيربط لك بقى ما بين الدايره الجديده والدايره القديمه ومش محتاج ان انت تحط بعد عليها لانك لو عدلت القديمه هيعدل لك ايه؟ الجديده. خلاص وضحت؟ هنشوفها دلوقتي هننفذها. انا محتاج بقى الدايره دي اروح نختار البروجكت جيومتري واختار الدايره ايه اللي جوه خلاص واقول له ايه ضغطت عليها واقول له كليك يمين اوكي. ك
كده بتحولت من اللون او كفيه بروجكت جيومتري من هنا واخترت الدايره دي هو اسقطها لي من القديم للجديد ماشي عملها لي اسقاط اسقاط على السكتش الجديد اللي انا عملته عملت سكتش على الفيس ده كده انا محتاج بقى ايه ارسم الباقي اروح جاي والله من هنا اروح ارسم الدايره الكبيره اروح جاي ارسم الدايره الصغيره اللي هي بتاعت الجزء بتاع فلانش صح تمام اوكي وهعمل التانجنت اللي لسه ما اعرفش التانجنت عامل ازاي بضغط على نقطه من حته الدايره واوصلها للدايره الثانيه لحد ما يبقى ايه ما يجيب لي علامه التانجنت مش الكوانست كده كوانست شايفينها شايفينها صح علامه الكوانست ظهر هتحرك على حته الدايره لحد ما تطلع علامه التانجنت اللي هي موجوده وضع اللي هي دي لازم لازم علامه التانجنت دي تظهر لازم تظهر عندك قبل ما تضغط الكليك عايزها تاني تلاقي عندك تحت كده انت معاك امر اللاين تروح ضاغط على محيط الدايره وعامل دراج كده بالماوس تمام وتروح جاي ايه على محيط الدايره الثانيه كده لو ظهرت لك السهم المقلوب ده وتحتيه خط ده كوانس هيربط لك بس النقطه بتاعت الاند بوينت بتاعت اللاين بالدايره بس ممكن يعمل انترسكت معاه زي ما انت شايف دلوقتي لكن انا هتحرك كده لحد ما يديني علامه التانجنت اللي ظهرت دلوقتي واسيب الكليك بتاعي. ما اضغطش كليك تاني، اسيب الكليك، انا كده كده ما سبتوش طول الفترة دي. اعيدها تالت مرة، اضغط من على الكبيرة ده المرة دي، تمام؟ واعمل دراج لحد ما اوصل للتانية. طيب، لحد ما يظهر علامة التانجنت كده واسيبها. لرابع مرة، من هنا كده انا هنا ما عملتش ايه؟ كليك مظبوط. على محيط الدايرة، اضغط واعمل دراج واوصل للدايرة التانية. تانجنت، روح سايب الكليك. خلاص اقدر بعد كده اعمل ايه الريليشن بتاعتي الدايرتين دول متساويين صح اقول له والله ايكوال من هنا واختار الدايرتين ورا بعض تمام طيب بعد كده محتاج اعمل ترمات ترم هتلاقيه موجود هنا تضغط على الجزء اللي انت عايز تشيل الترم بتاعه صح كده تمام صح برضه محتاج احط الدايمنشن طب الدايمنشن كام بسرعه كده 95 و70 طيب احتاج اعمل حاجه ثانيه لاين من هنا يكون في الكوادرنت بوينت هنا الكوادرنت بوينت هنا اوكي طب اللاين ده انا رسمته من الكوادرنت للكوادرنت فطلع مايل انا عايز اخليه ايه هوريزونتال اعمله ازاي هستخدم ايه هوريزونتال من هنا واجي ضغط ايه على اللاين بتاعي ماشي خلاص انا خلصت ده بس انا عملت حاجه كجايد لاين ليه عشان اخد دايمنشن من النقطه للنقطه بس انا حاليا دلوقتي مش محتاجها لان حطيت دايمنشن ثاني فاجي على اللاين ده اقول له ايه اعمله ايه اعمله سنتر لاين مش محتاجه خلاص ماشي طيب الجزء بقى بتاعي ده المفروض هعمل له اكسترود صح اروح جاي هنا 3 دي موديل واختار الاكسترود بتاعي واختار بقى الريجنز بتاعتي عندي اثنين ايه ريجن او اثنين بروفايل اول واحد جوه وتاني واحد بره انا عايز اني واحد محتاج انا اللي بره ده فاضغط عليه فلاقي السنتر لاين بتاعي عمل لي حدود صح فلو لو لو عمل لك حدود تعمل له ايه تحوله كونستراكشن جيومتري هو المفروض السنتر لاين ما يقراهوش بس هو دلوقتي بيقول لك السنتر لاين والله انا بستخدمه في امر ريفولف فلازم ايه خلاص غيرت الالجوريزم بتاع البرنامج مده يعني 3 سنين كده ولا حاجه دلوقتي بيقول لك سنتر لاين بقى جيومتري معاك فتحول له كونستراكشن ايه للكونستراكشن لاين تمام اختار الجزء الثاني اللي عندي والجزء اللي جوه لما انا اخترته اختار الجزء الكامل كله بسبب اللاين اللي انا رسمه اروح جاي مختار ثاني كليك ثاني على الجزء اللي جوه ده بالشيفت بقى طب استنى عيد ثاني ادي ريفولف اخترت انا الجزء ده اخترت الجزء ده الكليك اللي انا بختاره بيختار الريجن طب انا عايز اشيل حته معينه بالشيفت واضغط عليها استنى اضغط على الدايره تمام هو هيشيلها من عندك تمام طيب عشان احل الموضوع ده اروح محول اللاين ده كونستراكشن وادي ايه اكسترود فهو ايه مش هيشوفه معايا خالص ده اسمه الكونستراكشن ماشي خلاص ده كام ده كام يا شباب الفلانجه البعد بتاعها كام 8 طيب
هل 8 بقى لبره ولا 8 الناحيه الثانيه؟ طيب يعني انا كنت حاطط البوابه 105، 105 كان تحت عندك هنا بالفلانجه، يبقى ايه؟ عكس الدايركشن بتاعي صح؟ اروح عكس الدايركشن من هنا خلاص؟ واكتب له الثمانيه بتاعتي واقول له انتر. ايديت تحت ايه؟ خلاص؟ كنت عامله كارت تمام كده؟ ده الرسم بتاعنا ماشي؟ فاضل ايه؟ فاضل والله عندي ايه؟ في شنفر هنا. ده كده على كام؟ 2 ولا 1؟ حد يتابع معايا الرسمه بدل ما انتوا. الشنفر هنا 35 و43. بص خليها على 4 ده. على 2 حلو. تمام؟ طيب. اخر حاجه هقولها في الميرور. ماشي انت هترسم رسمه ايه؟ شنفر ضغطت على الايدج. طب انا على فكره في حاجه انت بتعملها انا مش عاجباني، بتركز مع اللاب بتاعك وسايب الشرح بقى بس خلاص. هتلاقي هتضغط على النقطه دي على الـ على الـ على السيركل دي، تختار شنفر وتكتب له ايه؟ تكتب له الجزء بتاعك اللي انت عايزه، تقول له اوكي بس. سهل كده؟ طيب هل بقى انا هعيد اللي انا عملته ده الناحيه الثانيه؟ الموضوع ده ايه؟ لا مش صعب، هو ايه مش مقبول يعني. انا ما اقبلوش ان انا بستخدم برنامج عشان يساعدني يخليني اكرر اوامر ملهاش اي لازمه صح؟ فممكن هنا اعمل ميرور. طب الميرور اللي اعمله هنا، انا كنت بعمل ميرور على بلان صح؟ البلان ده ايا كان شكله ولا غلطان؟ طيب انا دلوقتي لو جيت بصيت على الثلاثه بلين اللي عندي اكس وواي وزد، اكس وزد واي، شايف انت واحد من دول يقدر نعمل عليه ميرور يكون في نص الجسم ده؟ لا. طيب ايه الطريقه بقى اللي انا هجيب بلان جديد هو اصلا مش موجود ولا فيه فيس؟ تلاقي فيه جزئيه اسمها ورك فيتشرز، تلاقي فيها بلينز خلاص؟ انا بشرحها بالكامل، بتقابلنا يعني الحاجات اللي بتقابلنا. فانا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ بلان يكون في نص الجسم ده. يعني ايه في نص الجسم؟ يعني اسمه ميد بلين خلاص؟ تمام؟ يمكن شرحناها واحنا بنقول ايه؟ في السيركل باتر. بنختار ميد بلين فهو بياخد ايه؟ كان في بلان ناحيه الناحيه الشمال والناحيه اليمين بيكرروا مع بعض. هاجي والله من البلان هنا واختار ايه؟ ميد بلين بتوين تو بلانز. طيب قلنا الفيسز هي البلان صح؟ طيب يبقى الامر بتاعي ده هختاره واروح مختار ايه؟ ما بين هنا ما بين الجزء ده وما بين الفيس ده. هتلاقي عمل لك ايه؟ بلان في النص ماشي؟ صح؟ في حاجة تانية ممكن تعملها، اللي انت والله ممكن تروح ديليت البلان ده مش عايزه، تضغط على بلان وتختار الفيس ده على طول، تختار الفيس التاني وهو هيعمل لك الميد بلان. هو سمارت شوية بيشوفك انت عايز ايه ويعمله. الا في بعض الحاجات يعني، بنقولها برضه. هاجي بقى الله والله ميرور واروح مختار الفيتشر بتاعتي اللي انا محتاجها اللي هو الشنفر كده، تمام كمان، واقول له الميرور بلان اهوت الناحية دي، اوكي. صعبة كده؟ في ايه تاني؟ اخترت ميرور ده وده ميرور بلان ده خلاص شباب. طيب قدامكم كده يعني انتوا رسمتوا السويب صح؟ طيب 10 دقايق كده رسموا لي الجزء ده خلاص بالشنفر الموجود هنا. دلوقتي انا اصلا بس في الرسمه بتاعتنا ديت هي الهول خلاص. بس انا نسيت اعمل الشنفر هنا، ما عملتوش ميرور خلاص اتعمل كده تمام. هنا بقى عايز اعمل هول في الجزء ده. هنا بقى عشان اعمل هول هعمله ازاي؟ في كذا اوبشن اللي انت تعمل بيه هول، بس اسهل واسرع طريقه ان انت تعمل سكتش. السكتش ده هترسم هتحط فيه النقط بتاعه السنتر بوينت بتاعت الهول خلاص، وبعد كده تعملهم سيلكت ماشي. نشوف الموضوع ده ازاي. لو انا جيت على الفيس ده وعملت له نيو سكتش خلاص، وانا محتاج ايه بقى؟ بوينت موجوده فين؟ موجوده في السنتر بوينت بتاعت الدايره دي، وبوينت موجوده في السنتر بوينت بتاعت الدايره دي. خدتوا بالكم انا بعمل ايه عشان اجيب السنتر؟ بروح على الارك لحد ما يجيب لي ايه؟ النقطه
روح ضغط عليه. تمام يا شباب كده عمل لي ايه؟ عمل لي 2 بوينت. اروح اعمل ايه؟ فينيش السكتش. خلاص ده اللي انا محتاجه عشان اعمل هول ايه في الجزء ده. وراح جاي والله هتلاقي هول فين؟ هتلاقيها في الموديفاي هول. اضغط عليها الله. تلاقي بقى في البليسمنت بتاعت اللي هو فروم سكتش ولا لينر ولا كونسنتريك ولا اون بوينت. تمام الثلاثه اوبشن دولت انا مش عايز استخدمهم خالص، وارسم اريح نفسي واعمل سكتش احط عليه الدايمنشن بتاعتي واختار النقط على طول. حاجات معينه بقرر ان انا استخدم كونسنتريك او اون بوينت. طب ما الكونسنتريك هي كونسنتريك برضه هي النقطه دي. اروح بس دلوقتي لو ايه مره مثلا هي بقى عايز ارسم لو عند بيز ومثلا دي مش بتقسم عليها ثاني جزء، انا هضطر ان انا ارسم اللي هو السيركل مثلا دي اللي هي البيت سيركل اورنتر اسنتر، وعايز اقول بقى انت تحط المسامير على الحاجات دي. حلو هتعمل هول واحده، هتعمل نقطه واحده تعمل على الهول تمام بتاعتك وسيركل باتر ده اسهل حاجه. تمام اجيب النقطه ازاي؟ ما هو اعمل سكتش وحط لها ابعاد، حط لها ابعاد. مش هعمل سكتش مش احمد ثواني، مش النقطه اللي عندك هنا دي النقطه اللي هنا دي حاطط لك 70؟ في الاكزامبل اللي انت بتتكلم عليها هتلاقيه حاطط لك النقطه والسنتر لاين او البوينت بتاع السنتر بتاعت السيركل موجوده موجوده هنا، هتلاقي حاطط لك ابعاد مش هسيبها لك في الهواء هنا. خلاص ده انا بقول لك اسهل طريقه. عايز تستخدم انت لينير هتروح والله مختار مختار تاني الكونسنتريك، عايز تختار الكونسنتريك هتروح رايح مختار الجزء ده اللي هو انا عملته بالظبط، لان اخترت عملت النقط عشان اكرر الدنيا كلها، مش هعمل كونسنتريك واروح مختار ده وبعد كده اختار ده، لان انا هعمل نقطتين واخليه هو يختار فروم سكتش، اي حاجه في السكتش خليه يختارها. فاهم القصه؟ طيب هنا بقى الشكل اللي قدامك هنا في الرسمه تيبرد هول. خلاص طيب الاقي فين ده؟ هتلاقي عندك تحت ايه شكل المسمار ده اسمه كونتر سيك، شكل التيبر اللي انا بقطعه ده اسمه كونتر سيك. اضغط عليه تلاقي الشكل طلع زي ما الهول بالظبط، فتروح كاتب ايه الابعاد بتاعتك. البعد اللي بره ده كام؟ هتلاقيه بيقول لك فين مكتوب فين اهو، هتلاقيه بيقول لك والله ده 11 ثريد، يعني في ثريد اصلا تمام، او الثريد دي الهول دي 20 في 90. يعني 90 يعني الزاويه اللي هو بيقطع عنها دي، تلاقي 90 ديفولت بتاعها 90 في البرنامج ايه. خلاص عايز تغيرها اوكي، تلاقي من هنا كام؟ تقول له 20 صح؟ خلاص طيب اعتقد يعني 20 لا 20 و11 طيب، والجزء الثاني اللي هو ده كام؟ 11. خلاص هتلاقي عمل لك الهول بتاعتك، بس لو بصيت على الهول كده هتلاقي قطع الايه؟ الجزء اللي قدامك. ليه؟ لانك انت عامل ثرو هول ماشي؟ فهي والله من الثرو هول ديت هروح قايل له ايه؟ يا ديستانس واكتب له 8 يا اقول له 2 واختار الفيس ايه؟ اللي ورا. صعب اللي انا بعمله ده؟ اختار الفيس اللي ورا كده واقول له اوكي. اروح اعمل لي الهول زي ما انت ايه؟ زي ما انت شايفه. صعب ده؟ خلاص؟ تقدر والله بقى كده بالميرور اروح مختار الهول اللي عندي هنا والبلان اللي هو ده واقول له اوكي، اروح اعمل لي ايه؟ بص تمام؟ الرسمه دي لو حد رسمها على السوليد ورك مش هيعرف يعمل ميرور كميه الميرور اللي انا عملتها دي خالص ماشي. الامر بتاع الميرور في السوليد فيه باجز كتير، ما بيعملش غير حاجه واحده ولازم تعمله بلان تاني عشان تعمل عليه حاجه تانيه، انت بتستخدم الحاجه لمره واحده بس ماشي. خلاص يعملوا الهولز كده عشان ندخل بقى على الايه على الامر اللي بعد اللي هو اللوفتد. يلا دي كده وخلصوها يعني، حاولها في الفيديو ولا في الفيديو عشان نسيت قلت على السلم يعني. بص يا جماعه الرسمه دي فيها غلط. ايه الغلط؟ اللي الفلانجه المفروض المسمار ده او راس المسمار دي العكس. طب انا عشان اعكسها هعمل ايه؟ والله هضطر اروح جاي كده الشنفر، انا عملت شنفر تاني، ميرور عملت ميرور، الهول اروح جاي في الهول دي كده واديت سكتش تمام، اديت سكتش خلاص. هعمل في الاديت سكتش ده ايه؟ هقدر اعمل فيه حاجه، لو مسحت النقط ديت خلاص السكتش راح. هضطر بقى اروح ايه مسح الهول كاملا كده ديليت بالظبط، راح جاي كده السكتش بتاعي بقى الناحيه الثانيه نيو سكتش وبسرعه كده بوينت واحد اهو تمام.
وطبعا كويس طبعا لما اعيد الاوامر هتلاقي في الجزء ده قدامك فمش عارف تحطه النار. تروح اف 7 عشان اعمل لك سلايس كده الجسم بتاعك. تروح ايه حاطط البوينت الثانيه تمام وتروح جاي والله خلاص هول ونفس الابعاد بكل حاجه واقول له ايه 2 واختار الايه الشكل الثاني هنا تمام. هرجع بقى كده بالميرور هيقول لك ايه في حاجه غلط. هو الميرور هنا بالنسبه له الفيتشر بتاعتك اتقلبت. اعمل ايديت فيتشر واروح مختار ايه الفيتشر الجديده اللي انا عملتها خلاص. دي كده بقى ايه بقت شبه الجزء بتاعك. هرجع الشنفر الناحيه الثانيه وكده الرسمه بتاعتي ايه كده خلصت. كنترول اس وسيفها بقى بالاسم اللي عندي بس انت تكتب الاسم. ها خلاص خلصنا كده. عايزين بقى نعمل ايه نعمل الجزء الثاني. طيب قبل ما نعمل نشتغل على اللفت ماشي بارت جديد. عارفين شكل البازل في البازات اللي شكلها غريب دي شويه الكروس سكشن بتاعها بيتغير تمام. طب الكروس سكشن ده بتاعها اقدر اعمله ازاي؟ القلم عشان اديكم مثالين. مثال ينفع يتعمل بالريفولف ومثال مش هينفع يتعمل بلوف. وانا هو نفس المثال بشرحه في اي حته هو اللي في وسط. بص يا معلم انا عندي شكل البازل كده خلاص. شكل البازل ده يعتبر ايه؟ اكس صح؟ مش معايا بس ايه؟ ده يعتبر اكس وسط. ممكن ارسم بس السكشن ده راح اعمل ايه؟ ريفولف صح؟ ده اول طريقه. لو انا بقى شكل البازل ده عندي مش بالشكل ده هتعامل ولا كنا قبل يعني السلوك ده لو الشكل ده عندي كده اقدر اعمل ايه؟ طب اقدر اعمل ايه بقى؟ استخدم ايه؟ استخدم اوامر الجديد. الامر الجديد اسمه لفت تمام. اللفت ده بيعمل ايه؟ بقول له والله إيه؟ عندك سيكشن السكشن الثاني السكشن الثالث الرابع. كل ما تقسم الجسم بتاعك لسكشن كل ما الكروس سكشن بتاعتك خلاص هتبقى مظبوطه. فانا عارف كنترول او تضطر ترسم ايه؟ جايد لاين كده خلاص تمام. فاحنا دلوقتي هنستخدم امر اللفت في رسم حاجه بسيطه زي ده ماشي. ونعرف ازاي نتحكم في شويه اشكال او طلع اشكال غريبه ما اقدرش اطلعها بامر تاني خلاص. واللفت هو الامر الوحيد اللي مش هعرف اظبط ابعاد غير ابعاد الجزء ده. يعني ما اقدرش والله اقول له ايه الكيرف ده ابعاده قد كده غير لما انا اكون عامل جايد كيرف بابعاد عندي تمام. بس انا مش هدخل في موضوع الجايد كيرف ده عشان ايه الدنيا ما لا لا انت في هنا في الفيو بتغير الفيو بتاعك. يعني بتغير الفيو بتاعك هنا بدل الفيجوال ستايل بتخليه شيدد شيدد ويز ايدج الكلام ده كله. بص الفرق ما بين ده شيدد ويز ايدج اي ايدج انت شايفه قدامك فليتات اهي. بص فليتات موجوده لو شيدد بس خلاص هتلاقي ما فيش ايه فيش الخطوط خلاص. ده في الفيو بس في الفيجوال ستايل بس مش عايز تتكلم فيها. انا في الاول بدات اعرف ايه الاشكال دي بعدين. انا محتاج ايه الديفرنس سكتش اللي قدامي دي محتاج ارسمها صح؟ لو ارسمها على ايه؟ ارسمها على بلين على اثنين على ثلاثه على اربعه صح؟ كلمه بلين اللي انا بعمله المرات بقى هعمل اوفس بلين يعني اكني بعمل ايه باترن للبلين خلاص. بس هنا بقى مش زي السوليد مفيش باترن هضطر اعمل بلين هنا بقى اعمل ايه؟ اروح جاي والله مكريت اول سكتش بتاعي اللي هو مثلا على اكس زد نيو سكتش وارسم فيه اول كروس سكشن بتاعتي. اول كروس سكشن هنخليه مثلا ممكن نختار نعمل شكل سلوت ماشي سلوت خلاص. ده ما رسمناش قبل كده فاقول له والله السلوت بيتقسم بالشكل اللي انا بعمله ده خلاص كده
ده يعتبر شكل الصوت بتاعه بس عرضه شويه كده. بقول له فينش كده. بقى عندي سكتش ده ايه السكشن الاولاني بتاع الجسم. محتاج انا كذا سكشن بكذا ديفرنت سكتش اقدر اشتغل عليه صح. راجع والله من بلان هنا وهعمل اوفست ايه اوفست بلان اوفست ايه اوفست بلان او اوفست فروم بلان. واروح مختار البلان اللي انا رسمت عليه الاكس اكس واكس زد. هتلاقيه بيقول لك ايه المسافه ما بين البلان اللي انت هترسم عليه والبلان الثاني زيرو. يعني اعمل لك بلان منطبق عليه. لا انا عايز المسافه بينهم مثلا 90 59 مش تفرق يعني. شوف المسافه بتاعته كده ايه. انا اخترت سكتش غلط. اخترت سكتش غلط. البلان الريفرنس بتاعه اوفست بلان. واختار انا كنت رسمت على ده اكس زد مش اكس واي. اكس زد بلان. واروح اعمل ايه 50 مثلا مساواه ما بينه. اكتب هنا 50 خلاص. واروح مكرر تاني اوفست بلان وايه و 30 مش هطول في الامر ده. راجع على كل بلان من ده واضغط كليك عليه كده واختار ايه كريت سكتش اللي هو تاني حاجه كده تاني يكون. اروح ارسم لي ايه مثلا شكل ايه مختلف شويه والسكشن بتاعه مثلا ممكن يكون دايره كده وفينش. لو عارف الابعاد بتاعت الكروسيكشن بتاعتي اعملها. هكرر نفس اللي عملته بلان اهوت وسكتش جديد. اروح راسم ده مثلا يعني شويه اشكال كده بحيث اللي ايه يطلع لي شكل مختلف. هنا هختار سنتر ريكتانجل تو بوينت سنتر ريكتانجل صغير تمام كده. عندي ثلاثه ايه ثلاثه سكتش. اي والله انا الجزء ده مش محتاجه اللي هو البلان ده فيزابيلتي ترنف كده. بقى عندي ثلاثه سكتش. ثلاثه سكتش دولت بيمثلوا ثلاثه سكشنز لشكل معين. عايز اعمل بينهم ايه لوفت بقى اوصلهم وبعض اوصل شكل 3 دي. هعملها ازاي؟ هتلاقي تحت السويب تلاقي فيه لوفت. واللوفت حتى شكله ايه شايفين ده كروس سكشن تحت مربع او مستطيل واللي فوق ضيق. هعملها شكل كده زي اللي قدامك ده. لو جيت كده على الديناميك بتاعه نشوف قبل ما نشرح ليه رسم لك حاجه زي دي مثلا. خلاص ديفرنت سيكشن واخر بوينت حتى ممكن تعمل بوينت. بس خلينا دلوقتي ايه حاجه جنرال كده عشان نبقى نتعمق فيه بعد كده. تلاقي اول حاجه بيقول لك الكيرفز بتاعتك. ايه الكيرفز دي؟ الكيرفز اللي هي السكتشات اللي انت رسمتها. فهختار هنا كليك تو اد تمام كليك تو اد واختار اول واحد اختار ثاني واحد تمام واختار ايه ثالث واحد. تلاقي الشكل طلع قدامك ايه الشكل ده. هو عمل ايه رسم لك شويه جايد لاين كده يمشي عليهم 1 2 3 4 خلاص تمام. طيب ده بناء على ايه برضو؟ تلاقي في ثلاثة اوبشنز موجودين عندك. اول حاجه اللي هو يرسم الريلز الموجوده دي او الجايد لاين اللي اسمها جايد لاين عشان تبقى سهل عليها. الريلز اللي انت موجوده عندك ديت خلاص اخدها من بره ايه من بره السكتش يعني من حواف بتاعت المستطيل ده تمام. لو انا عايز اخليه ياخد من السنتر اللي جوه ده اروح مختار ايه سنتر لاين. سنتر لاين هتلاقي الشكل ايه اختلف شويه بس ما اعتبركش بريفيو. الشكل اللي هو ما اعتبركش بريفيو ده يبقى ايه هو مش هيقدر ياخد على امتداد السنتر لاين ده تمام. لو الشكل لو مربع مثلا مستطيل هياخد السنتر لاين وهيطلعه عادي تمام. في بقى الاريا لوفت. الاريا لوفت ديت مش هنتكلم فيها بس ديت بتديك توصل مثلا ما بين الاولاني والثالث خلاص. واللي في النص ده مش هترسمه لا هتدي له المساحه بتاعته خلاص. يعني كل سيكشن بيختلف عن طريق المساحه بس السيكشن ثابت ماشي. تغير المساحه بس بتاعته فمش هدخل فيها دلوقتي. هقول له مثلا خلينا على الريلز بتاعتنا واقول له ايه اوكي. ده شكل الايه اللوفت بتاعي. الشكل ده ما اقدرش اعمله باي امر تاني خلاص. وده يمكن بتوع عماره بيستخدموه شويه في 3 دي ماكس يعملوا شويه اشكال كده دي ديكور معرفش ليه بس وات ايفر يعني الناس حابينها. طيب انا دلوقتي الكلام ده لو بصيت من تحت كده هتلاقي اخد مثلا فضل ماشي شويه وراح اخد الكونكيف او الكيرف اللي هو طالع بيه ده. طب اخده بناء على ايه؟ بناء هنشوف دلوقتي الاوبشنز اللي عندي. وراح الجزء الثاني والله اخده كده وساب لك جزء ثاني يعني بيتحرك بياخد الشكل ده بناء عليه. لو جيت عملت ايديت لوفت كده ايديت فيتشر هتلاقي فيه ثلاثه توجل بار. اول واحد كونديشنز
والتاني حاجه ترانزيشن. تمام. كونديشن هنا هتلاقي في اول واحد سيكشن رقم واحد اللي هو اللي تحت، والسيكشن رقم 3 اللي هو فوق. خلاص. الاوبشنز اللي عندنا ايه؟ في انجل وفي ويت. خلاص. الويت ده هو المسؤول عن الترانزيشن. يعني ايه مسؤول عن الترانزيشن؟ يعني مسؤول اللي هو بدل هو طالع من الجزء اللي هو السلوت. خلاص. هو المفروض هيطلع كده صح؟ هيطلع كده. طيب الترانزيشن بقى اللي هو يتحول من شكل مثلا الزاويه 90 اللي هو مكتوب عندك الديفولت 90 كده، وبعد كده يتحول. خلاص. التحويله دي او المسافه اللي هو اللي هيتحول فيها ديت ايه؟ دي الويت بتاعه. شوفها ازاي دلوقتي. لو جيت والله عشان انا بس اقدر استغل الاثنين دولت لازم اغير الكونديشن بتاعتي من فري كونديشن لحاجه ثانيه اسمها دايركت كونديشن. يعني انا اللي بوجه الكونديشن بتاعي. الفري كونديشن لو ضغطت عليها هتلاقي الزاويه 90 درجه. خلاص. سيبها زي ما هي. سيبها زي ما هي دلوقتي عشان اشوف الفرق بس. ندخل على الويت. الويت عندك كام؟ واحد صح؟ خليه كده اتنين وشوف اللي هيحصل. مش باين شويه، خليها اربعه. 24 بس. شايفين اللي بيحصل هنا؟ خلينا ندخل من هنا. واحد ده العادي، العادي اهو صح؟ اتنين شوف اللي هيحصل، الواحد كان هنا، اتنين بقى فوق. طيب بص على تلاته. تلاته طلع لفوق تاني. بيأخر مرحلة الترانزيشن. يعني انت لو عندك مثلا نتكلم مثلا في سيميليشن، عارفين السيبريشن اللي بيحصل ورا ده الويت اللي بيأخر الترانزيشن بتاع السيبريشن، اللي هو يجي مثلا الحاجة بتاعتك تعمل سيبريشن. يعني ده بجيب لك مثال الايروديناميك. فهمت القصة دي؟ فهمت الجزئية دي؟ الويت هو المسافة الترانزيشن. الترانزيشن ده بيتحرك بقى على ايه؟ الدايركشن بتاعه. لو بصيت كده هتلاقي والله الواحد لما يجي يمشي هنا وبعد كده ياخد الشكل بتاعه. الاثنين بيمشي كده وياخد الشكل بتاعه، صح؟ ثلاثة ماشي لحد هنا وراح ياخد الشكل بتاعه، صح؟ شايفين اللاين اللي انا رسمه ده؟ اللاين ده على زاوية كام؟ 90 درجة. للسكتش اللي انا رسمه الأولاني. فال 90 درجة هي موجودة فين؟ لو غيرت 90 درجة ديت 120 هتلاقي الشكل بتاعه بيمشي كده ويتحول فين؟ شوفها 120. ده الترانزيشن بتاعته 3 كتير قوي فرجعها واحد. صعب برضه 120. طيب نخليها 100 تمام. 80. زعلان كده ليه؟ وهفتح لك مثال دلوقتي اغير فيه. خلاص وصلنا فهمتوا المثال ده كده؟ خلاص هفتح مثال تاني كده. هو مش الرسمه السكتش اللي انا رسمه مش راضي يجيب الجزء ده. اللوفت بتاعي اديت فيتشر، دي رسمه جاهزه اهي ومحطوط عليها الدايمنشن وكده. كونديشن واحول سكشن واحد ل 3 سكشن واحد. نبص بقى كده من الفيو ده او نشوف الفيو انهي واحد اللي هتغير فيه. لو جينا هنا اتنين خلاص او خليه ثلاثة عشان يبان. واحد ده واحد العادي اهو. خلاص. اتنين اهو. ده ايه؟ ده بالنسبة للجزء اللي تحت. طيب الجزء اللي فوق ده السكتش رقم ثلاثة. خلاص. هنيجي برضه نحوله من الدايركشن كونديشن هتلاقي 90 درجة ايه؟ نزلت شوية. ممكن ازود الويت بتاعي اربعة لحد ما يوصل للشكل ده. خلاص واقول له اوكي. ماشي. شكل زي ده ما اقدرش اعمله بايه؟ باي حاجه تانيه. إيه ده الشكل ده هيمشي عليه الشيل على طول. لو جيت ضغطت الشيل تمام وخليته مثلا واحد انش اللي هو 2 مللي وشويه خلاص، رحت جاي بقى من ريموف فيسز ده رحت ضغط على الفيس اللي فوق. اشيل البلان ده عشان ما شيل. اختار ايه؟ الفيس اللي فوق اللي انا هختاره ده. الفيس اللي فوق اللي انا هختاره ده هو اللي هيتشال، هيتفرغ زي ما انت شايفه كده تمام. لو اخترت حاجه ثانيه هيفرغها لي، بس انت بيختار ايه؟ السلكت كلها، الاريا كلها بناء على ايه؟ حاجه اسمها اوتوماتيك فيس تشين. يعني بياخد لك ايه؟ السلسله كلها او الفيس تانجنت ليه. فانا دلوقتي ايه مش عايز الكلام ده، فبالشيفت كده اختار ايه؟ الجزء ده تمام. بقول له ايه؟ بقول له اوكي.
استنى بس، في ثلاثه كونديشن لازم تاخد بالك منها. اول كونديشن عندك الرجال تشيل، يعني هو هياخد تشيل بره ولا جوه ولا ياخد من انهي فيس والكلام ده. ليه في ثلاثه اوبشنز عندك؟ اول حاجه هل التشيل الريفرس بتاعه هيقطع ياخد من بره لجوه، من بره لجوه او من جوه لبره او من ناحيتين. لو عندك بارت مثلا عايز تفرغه من ناحيتين، يعني بمعنى لو انت عندك بوكس كده عندك جزء كده وانت عايز تعمل تشيل للبارت ده للبادي ده، تمام؟ لو قلت له من ناحيتين هيروح هو يقسم لك الجزء ده ويروح ايه شايلك يديلك الجزء ده خلاص. ده هتبقى تستخدمه عادي. بعد ما تخلص تشيل تقول له ايه اوكي، هتلاقي الجزء بتاعك ايه اتفرغ من جوه كده والفيس اللي تحت ايه موجود عادي. صعبه كده يا شباب؟ برده ممكن تيجي تعمل فيت هنا بقى زي ما انت عايز. خلاص طلع الشكل بتاعك ماشي. في حاجه صعبه وانا كده؟ في اخر حاجه بس هقولها، شيلينج سكتش سهله جدا. لا مش المره الجايه، شيلينج سكتش مش عامل، مش عامل حاجه جديده. خلاص مش عامل حاجه جديده، عارفين غير بس ال سيشن واحد. احنا رسلنا سيشن واحد كبيره. حاجه انتوا رسمتوها اصلا، شايفين البارت ده لما جيت اشتغلته كان فيه ايه؟ بعض اكستروجن. عشان انا جيت رسمت ده كده خلاص، والسكتش الاساسي بتاعي كان عباره عن السكتش كامل اللي هو ده اللي هو باللون الابيض ده، شايفينه؟ ده كان السكتش الكامل. طب انا ازاي بقى اعمل له تشيل؟ انا هستخدمه في سكتشات ثانيه. كل اللي هاجي اعمله على السكتش ده كليك يمين وهتلاقي فيه شير سكتش، اضغط عليه هيتحول دايما لسكتش كده عليه هاند وطلع فوق الفيتشرز دي كلها، لكنه حاجه اساسيه من البرنامج. خلاص؟ طبعا هاجي اعدل بس الاكسترود ده اخليه في اتجاه واحد اسهل يعني عشان يبقى السكتش باين. اوكي؟ طيب انا محتاج بقى الدايره الكبيره دي اعمل لها اكسترود الناحيه دي، والدايره الثانيه اعمل لها اكسترود كات، والدايره دي اعمل لها كذا. راجع خلاص على اكسترود وهختار على طول اللي ده هعمل له اكسترود الناحيه الثانيه خلاص، واديله البعد بتاعي وليكن 4 تمام. اوكي برده كده انا عملت اكسترود، حاجه سهله اهي، اكسترود ثاني واروح جاي مختار الدايره الصغيره ديت واروح اعمل لها اكسترود كات تمام. او صح، اروح جاي على الفيس الثاني ده واروح جاي بقى مختار ايه اكسترود، هو ده كان اثنين سوري، الاكسترود الاخراني ده كان واحد صح؟ انا اعتقد يعني من المره اللي فاتت اخليه واحد ديستانس واحد عشان ايه نغير نفس الشكل. اروح جاي بقى عامل ايه اكسترود للجزء ده او اكسترود كات وات ايفر يعني، اقول له اوكي. تلاقي عندك بقى الشكل بتاعك اللي انت عايز تطلعه، ممكن تعمل ايه تشيل السكتش، السكتش ترسمه مره واحده وايه وتاخد منه ايه الجزء ده. صعب كده؟ طيب ايه فايده تشيل السكتش ديت؟ انا مش هشتغل دايما كده، مش هرسم كل حاجه واقعد اعمل سيلكت ليها، لا انا هشتغل بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها وشغالين بقى لحد دلوقتي. بس تشيل السكتش تستخدمها في لو انت جبت امبورت فايل من على اوتوكاد مثلا. خلاص انت عندك 2 دي وجاهز فهتقعد ترسم وتاخد ابعاد والكلام ده كله، فبتاخد الفايل وتشتغل عليه. لكن انت لو هترسم ترسم وتعمل خطوه تشيل السكتش عشان تستخدمها تاني يبقى مالهاش لازمه. ماشي يا شباب؟ نكمل المرة الجاية إن شاء الله. الهوم وورك نقوله بالمرة. عندي أربع رسومات برضو. ما رسمش حاجة المرة اللي فاتت. خلاص؟ هيرسم الثمانية وما يجيش المرة الجاية. قرر ما تجيش المرة الجاية. من غير هو مخلص الثمانية دول. ماشي؟ هديكم حاجة أنا ما قلتش عليها. خلاص؟ بس حاولوا تعملوها. سيرشوا بقى تعملوا اي حاجه في الكلام ده. بسم الله. شايفين الصفحه دي؟ ايه الصفحه دي؟ رقم 5. يلا رقم 5. لا مش هبقى 4 رسومات بس، هبقى 5.
كلهم خمسه فينا واحد اثنين ثلاثه. ده الجزء ده انا عامل مخصوص عشان اللي هيشتغل فيلت واللي هيشتغل دوائر. اللي هيشتغل دوائر ويعمل سيركل بقى وتمات مع نفسه، ما يسالنيش على الجزء هيتعمل ازاي. اللي هيشتغل فيلت هيخلصه خلاص، لانك لو اشتغلت دوائر يبقى لازم تعمل تانجنت، تتاكد ان في تانجنت عشان يعمل سويب. دبوس ايوه، ما هو سويب ماشي اعمله ونشوفه خلاص. التلاته دول انا جاي تعمل ده واحد اثنين ثلاثه، ده سويب. لا هو بس اللي هيعمل النقص الصغيره دي، في واحد هيعملها اه في رقم صفحه رقم خمسه هياخد الرسمه دي. استنى خليها هنا. اللي ينسى ايه الهوم ورك طبعا داخلين على العيد فاحتمال تروحوا ما تعملوش اي حاجه. رقم واحد، رقم اربعه، رقم ثلاثه. كده الصفحه دي خلصت تمام. عندك برضو دبوس ده، استنى بس عليا احنا عندنا عيد. ايوه عيد. طيبين رقم سته، رقم سته هتتعمل خلاص. رقم سته، رقم ستة في صفحة سبعة. ورقم ستة هو بارت ستة الدايمنشن اللي مش هتلاقيه على البارت ده، هتبص عليه هنا تلاقيه الناحية دي والعكس. خلاص؟ فهترسم لي البارتين دول مع بعض. بارت ستة ده بارت ستة ده وده ده وده هو نفس البارت بس في اختلاف بسيط. تمام؟ فهتروح انت ايه؟ والله هقول لك طريقه سهله عشان ما تضايقش عليا يعني. انت تنسى بارت واحد هتروح مسيفه، هتروح عامل بعد ما تعمله سيف تعمله سيف اس خلاص، وتروح مسح الحاجات الزياده مثلا في البارت ده. مفيش ولا مفيش هول الناحيه دي، تروح شايل خلاص. هتلاقي هنا البارت ده كان فيكس فود كات تشيل، وتروح حاطط ايه هول هنا. يعني بمعنى صح بتعمل بارت وتعدل عليه. هو سيف اس ده ايه؟ سيف اس ده بيسيف لك بارت جديد وخلاص اتقفلت القديم، يعني القديم اتسيب اشتغل اكنك بارت جديد خلاص. يا جماعه ده كده معاكم. استنى قلت شيل ليه؟ ده انا شايف حاجه ثانيه. لا لا ما هي دي الحاجه اللي هتسالوش عليها. ايه؟ والرسمه دي حبيبها قوي بحب ليها تشتغل. الرسمه دي دي فيها غلطه رقم 13، رقم صفحه رقم 13 اول واحده مرسومات الحاجات الامر اللي احنا خدناها. بقول في الترافع رقم 13 في اول واحد. نرجع بقى كده الحاجه المهمه محمد رسول الله. عايزكم ترسموا لي الدريل ده خلاص. دي الحاجه اللي هتعملوا سيرش بقى وتدوروا ازاي تعملوا دليل على الانفنتور.